صباح الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا احنا شغالين في اللوحه مع استاذ سيد. استاذ سيد هو شغال في الكهرباء، متاخر النهارده سيد، وشغال هنا كهرباء اهو وبيوضب، ما اشتغلش في الصاله لسه. انت هتخلص امتى يا سيد النهارده؟ لسه قدامك شويه. الساعه 10 بالليل. حلو، يعني انت مش مروح النهارده؟ لا، يعني بعت نجيب الغدا. ما ماشي يا اسطى. ايوه يا سيد، بسم الله. السلام عليكم. بصوا يا جماعة، فين المنظر؟ بديع. طب انا ما اشتغلتش جبس يا جدعان، والسيراميك ده الابيض ده مش بتاعي، دي حاجة القطعة. يا ريت يا عمال اللي عند القطعة ترموا عندكم، ما هي لسه ما سكناش وبترموا لي الزبالة عندي، ما ينفعش، لسه ما بقيناش جيران. فبعد اذنكم بليز، فنزات القطعة خطبوها، تلم الزبالة من قدام باب شقة ابو احمد عشان ما احطلهاش عكة بريد في الكالون، ما تعرفش افتح الباب. وبصوا يا جماعة، ايه ده؟ الكراتين دي مش بتاعتي، الحاجات دي مش بتاعتي، يعني مش عارف انا. كفاية الشقة، بصوا عاملة ازاي، بصوا. الله 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 الله، مش عارف اعمل ايه كده، دي مش فاهم. معايا المعلم فهد. نور يا فهد، حبيب قلبي يا فهد. فهد ده بص مبهدلين الشقه. انا جاي النهارده انا وفهد يا جماعه نظبط الزباطيط ونخلص ونسلم عليكم. شيء شعبي. انا بنظف يا جماعه، بس انا بصور، فاكيد وانا بصور مش هتشوفوني وانا بنظف. يا لهوي، شكل ناتج قوي، بس خير شرف. ولا يا معلم فهد، قربت اهي، رقت حبة يا ابن الأرض، شربت المية. السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا ده باب شقتي لونه بني، يعني ابصه وبحلقه بكله
اقترحوا عليا اعملوا ايه؟ طبعا لونه في دماغي وحاجته كلها جبناها، وان شاء الله هنوريكم الباب ده هنعمله ايه. طبعا زي ما انتم شايفينه كده، شوف الباب ده نخليه على لونه ولا مع بعضينا. يا استا مصطفى ما تسيبش حراميه، صرخ وما تسيبش حراميه، اوعى حد يضرب الجرس عليك. الباب عامل ازاي؟ ده ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ نور يا عم مصطفى. حبيب قلبي. ده نضيف بقى. لسه بقى الوزنه دي هنعملها بس مش دلوقتي. كله نضيف. يا لهوي يا مصطفى، انت لو كنت لابس هدومك كويس انك لابس تيشيرت قديم. ايوه لو كنت لابس هدومك كان زمان بقى كفته. ايوه دي مباشره هدوم ده كفته. ايوه ايوه لازم كفته. شيل الكاوتشة دي، شيلها شيلها. عايزة مكرش قوي هتتظبط. عمرو مين؟ مين يا عمرو؟ عمرو كده كده يلا سفنجة تاني.